الله 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 الله، وأخيرا وأخيرا يوتيوب بسلامة. هل أنتم جاهزون لمعرفة الخبر؟ في خبر رح أبكي قبل ما أقول، حاسة حالي أني أنا رح أبكي. الخبر هذا جدا مهم في حياتي. أول ناس لازم تعرفوا هم جماعة اليوتيوب. أنا رسميا قانونيا موثق. مرحبا أيها الأصدقاء، This is ميرا المرمورة الحلوة الأمورة، Finally فيديو على اليوتيوب. تعرفوا أني أنا ما كنت بفتح اليوتيوب، ما كنت منتبه أنه في ناس عم تكتب تعليقات ميرا وينك. واحدة من المتابعات قالت لي ميرا في ناس عم تكتب لك تسأل عنك، وأنا من لما نزلت آخر فيديو ما فتحت اليوتيوب. ما بعرف شو أنتم عم تكتبوا في التعليقات وأنا مش موجودة في كوكب الأرض. عنا كثير لنحكي في هذا الفيديو، فلهيك جيبوا شاي أو قهوة، أنا هون جايبة شاي توت، وتعالوا نسولف لأنه فايتكم كثير الصراحة. أول خبر مهم لازم تعرفوه، طبعا جماعة الانستغرام يعرفوا، أنا تخرجت. أنا رسميا دكتورة ميرا المرمورة الحلوة الأمورة. ما تغير اسم ميرا المرمورة الحلوة الأمورة، بس زدنا عليه دكتورة بس. المهم اكيد صورت فلوج على التخرج، وكان المفروض انه ينزل وبعدين ينزل لكم هذا الفيديو، بس لاني انا يوتيوبر غير محترفة وبختفي، فلذلك بينزل الفيديو هذا وبعدين تنزل فلوجات التخرج بعد ما انا استقر من جديد، لانه هون في عنا خطوة جديدة في الحياة وبداية جديدة في حياتي اللي كمان راح اخذكم فيها معي. لا كثير منكم حذروا اني انا لما اتخرج راح اعتزل اليوتيوب، لا سنظلوا وصامدون. هل انتم جاهزون لمعرفة الخبر؟ هل احمسكم اكثر ام اقول لكم في خبر راح ابكي قبل ما اقول، واحس حل حدم على مكياجي راح اخرب. تمسك يا فتكيت. اوكي اصدقائي، واخيرا واخيرا حقق الحلم. حاسة حالي اني انا رح ابكي، محتاجة احد فيكم يجي ويعبطني. بعد صبر، بعد تعب، بعد كفاح، لذلك هالخبر هذا قلت مستحيل انزله على الانستغرام مثل التخرج. الخبر هذا جدا مهم في حياتي. اول ناس لازم تعرفوا هم جماعة اليوتيوب. انا رسميا قانونيا موثق في وزارة الصحة والتعليم. أنا طبيبة مقيمة في قسم الجلدية. أحس حالي راح أبكي مرة ثانية. أنا طبيبة مقيمة في قسم الجلدية. I'm a dermatology resident. يا براتش أرديناتور ديرماتوفينيرولوج. Finally الحمد لله يا ربي امتحنت امتحان التخصص، جبت هاي جريد، وكنت خايفة لانه كان في 7 مقاعد فقط ومقدمين 31 شخص على 7 مقاعد فقط. قلت اكيد الاولوية رح تكون للناس اللي عندها روسي مثلا، مش واحدة دارسة بالانجليزي، قلت اكيد الاولوية رح تكون للناس اللي من الجامعة، انه ليش انا؟ وكنت حاطة يدي على قلبي اني انا ممكن ما نتقبلش، لكن احذروا اسمي اللي هو هون اول واحد، انا مقبولة في سان بيترسبورغ، مدينة جديدة، حياة جديدة، نقلة جديدة لحياتي من مدينة صغيرة رايحة لمدينة كبيرة. It's a huge. كنت ماسكة حالي ماسكة حالي اني انا احكي لجماعة الانستغرام، بقول لا ما اقول لهم اني انا نجحت في امتحان التخصص، لاني انا صحيح نجحت بس ممكن ما افوت، ممكن ما يقبلوني للجلدية، فليش انا اقول وانا ممكن ما اروح لتخصص الجلدية، خليني انطر. جبت في الامتحان 100%. تتذكروا ايها الاصدقاء لما اول ما سافرت وكان في هيك ورقة بقولكم انه حاطة فيها حلمي؟ اليوم رح شارك شو هو المكتوب كان في هاي الورقة. بتذكر اني كتبتها في الاعدادي، اما 8 اساسي او 9 اساسي، اللي هي 2 اعدادي او 3 اعدادي. المهم في هاي الورقة هاي اللي انا كتبتها وكنت حطتها تحت الارض، بعدني طفلة كنت كتبتها بطريقة طفولية نوعا ما، وكان فيها كذا حلم. اولها كان اني انا اكون دكتورة،
واكتشف او اساعد في اكتشاف علاج للكانسر. يعني كنت عندي هذيك العالمة، لازم اكون عالمة، بس ليش لا، بما اني راح اكون دكتورة جلدية، انه احنا نساعد في السكين كانسر. الحلمة الثانية كانت اني انا اسافر للهند، والحلمة الثالثة كانت اني انا امثل. اوكي، ما سافرت للهند الصراحة وما مثلت، ولكن عندي اتليست بلاتفورم هون على اليوتيوب اعبر فيها، احكي فيها، وفي ناس بتحبني ومتابعني. فاللي بدي اقوله انه لا تستهينوا بطاقة الحلم. بدأت من تحت خط الصفر، كنت بعاني 5 سنوات من الاكتئاب، غيرت من تخصص لتخصص، من طبية لهندسية، وما كنت عارفة انا شو بدي في الحياة. وجيت لروسيا هون اكتئبت 2 سنين، وكان بدي اترك الطب لانه حسيت انه انا اجيت لمستنقع ومش هذا اللي انا بدي اياه، لاني كنت في جامعة جدا سيئة مع طلاب جدا سيئين. طبعا مش كل روسيا هيك، وما له علاقة تعليم روسيا بالموضوع ابدا ابدا ابدا، لان الروسيين ما شاء الله عليهم مكتسحين المجالات كلها في العالم. فهذا ما كان له علاقة بروسيا، بل كانت مع الاتموسفير اللي انا كنت فيها. الانفايرمنت it was very toxic، you have no idea. عانيت من الاكتئاب. كمان في سنة 2020 انفصلت على الاكس تبعي اللي كنا رح نعمل اوريدي خطوبة، واهلي بيعرفوه، وكانت ديزاستر. يعني ما تفهمنيش، اخترت اني انا نخرج من العلاقة، وخرجت منها باحسن صورة ممكن، صدقوني ممتنة لي على الاخر، لانه بسببه هو انا عرفت شنو نحب. تخيلوا انك انت كنتي في بلدك تتغيرين من تخصص لتخصص، والناس كلها قالت شو هاي الانسان الفاشل، وكمان ناس اتهمتني بالجنون، كمان ناس من العائلة كانت ضدي، من اقرب الناس لإلي كيف بلشت اليوتيوب، شو هاي، شو عم بتسوي، هاي مجنونة، هاي ما بعرفش ايش. واليوم انا وصلت لأهم خطوة في حياتي بالنسبة لي انا، بحياتي العملية. ما شغلت نفسي بالناس شو عم بتفكر فيها، حطيت في نفسي شيء واحد فقط هو حلمي ولازم اني انا اوصل له. ما رح كذب عليكم، اكتئبت كثير، بكيت كثير، يعني طحت في نفس الناس اللي انا كنت بهرب منهم في تونس، اجيت لهون في روسيا في مدينة جدا صغيرة، هما نفس الناس بل اسوأ اضعاف مضاعفة. تعلمت درس الحياة، تشافيت، طلعت بعد هيك الوردة، بلشت اغير حياتي step by step، ركزت مع الطب اكثر واجتهدت وتعلمت كيف اذاكر لساعات طويلة اللي هي مو طبعي. انا غيرت من جسمي وصارت الرياضة جزء من حياتي، ودخلت عادات صحية ثابتة في حياتي، اتقدمت في اللغة الروسية، سافرت، صار عندي standards، حبيت حالي اكثر، استثمرت في نفسي. بحكي لكم هالشي عشان لكم انه ابدا ابدا لا تحكموا على نفسكم مهما كنتوا. لو كنتوا في اسفل الهرم، صدقوني لما توصلوا اصلا لاسفل الهرم بعد الطلعة رح تكون غير. لما توصلوا للمستنقع الطلعة بعدها رح تكون غير. لا تستسلموا، لا تفقدوا الامل في الحياة، لانه انا اجتني لحظات انه بقول انه خلاص. والله يا بنات مؤخرا، بس قبل اصلا ما بيعلنوا على الموضوع، كنت بقول انا شو بسوي في حياتي، انا ليش لازم اكون التوب وان، انا ليش هيك طموحة كثير، خليني اروح لقرية واعيش في قرية بسلام، اربي لي بقرتين دجاجتين والحمد لله. طبعا هذا حلمي، لسه حلمي، احلامي غريبة، بس ان شاء الله لما نجمع لنا شوية فلوس. حرفيا كنت هيك صافنة وبحكي لحالي انه انا ليش لازم اكون غنية، ليش انا كل مشاكلي تتعلق بالفلوس، تصف الفلوس، الفلوس ما بتعطيني قيمة. اذا انا لبست اليوم اكثر براند غالية في العالم، هل هاي البراند هاي اللي تحدد قيمتي؟ لا، البراند ما تحدد قيمتي، انا قيمتي ثابتة ما تتغير، انا اللي بعطي للاشياء قيمة، مش الاشياء هي اللي تعطيني قيمة. في كثير كلام بدي احكيه جد شباب وبنات، اياكم تتخلوا عن احلامكم. اذا انت اليوم مؤمن بشيء فاكيد انت مؤمن به لسبب ما. صحيح انه احنا حاليا نعيش في يعني عالم مادي نوعا ما، او ممكن مادي كثير، والنجاح في وقتنا صار مربوط بالفلوس، وهالشي مش غلط، الفلوس حلوة، الفلوس تحل المشاكل،
بس اذا اجتكم الفرصه انكم تتعلموا تعلموا. اذا انت درست وضيعت كثير سنوات وما فلحت في الدراسه واجتك فرصه ما افضل في الحياه، فكر استخير، لانه كمان ما بدي اقولك انه الحياه كلها دراسه، كل واحد فينا حلمه غير. مثلا انا اليوم حلمي اني انا اتعلم وبحب التعليم، فانا اخترت المجال التعليمي. انت مو بالضروره تختار المجال التعليمي، فيك تختار مجال ثاني. اذا انا اليوم اقدر اعطي نصيحه لاي شخص فيكم، خاصه الجيل الاقل مني، جيل المراهقين، it's never too late to start again. انا بدات حياتي في عمر المفروض انه متاخر بالنسبه للمجتمع، بس انا اخر اهتماماتي المجتمع. وخليكم مؤمنين برب العالمين. بدي لكم شغله انا صارت معي، والله العظيم والله العظيم يا جماعة ما بزيد عليكم أي حرف، شهر 4 صليت صلاة استخارة، قلت يا ربي إذا روسيا هي خير لي إني أنا أضل في هالبلد هذا وأكمل هون حياتي فسهلها، إذا هي شر علي أو إنه مش أفضل شيء لإلي أو مش أفضل اختيار لإلي سكرها في وجهي من كل الجهات. وانا كل يقين وتسليم وتقبل لاقدارك، والله العظيم كنت بدعي هيك، انا من نوع الاكستريم انه اذا رح تسكرها سكرها خلاص ما بدي. انت انا مؤمنه باختيارك انت، انا مش مؤمنه باختياراتي. نفس الشيء بعدين صليت صلاه استخاره وقت اللي اجيت اقدم على التخصص، وقبل ما اوقع العقد مع الجامعه قلت يا رب العالمين وإذا بقائي هون مش هي الحياة اللي أنا بتمناها، بالرغم والله العظيم يا جماعة أنا روحي متعلقة في الجلدية، يعني أنا إذا ما أخذتش تخصص جلدية رح أترك الطب نهائيا وأشوف أي مجال ثاني في الحياة. وكنت بدعي في الدعاء هذا يا رب العالمين إذا التخصص هذا مش أفضل شيء اللي ألي ومش هي الحياة اللي أنا حباها سكرها في وجهي من الجهات كلها، وانا قابلة وراضية بجميع اقدارك. بعدها يا جماعة قسما بالله كل الامور مشت بسلاسة، يعني صحيح انه صارت شوي مشاكل يعني قبل التخصص وهيك، بس بعدين الامور مشت بكل سلاسة. قلت خلاص مدام رب العالمين اختار لي هالشي فانا رح كمل. فهون حبيت لكم انه التوكل على الله جدا مهم جدا مهم، صدق النوايا جدا مهم، انه تكون نيتك صادقة. انا زمان لما كنت بسمع فيها وانا مراقب قلت شو صدق النوايا، انه لا انا لازم اخذ بالفعل وانا افعل. ايه تفعل طبعا، السعي هو اللي رح يجيب لك نتائج، ولكن اذا كانت النية خبيثة والله العظيم طالت الدنيا او قصرت ما رح توصل لاي مكان، ورب العالمين ما رح يبارك لك. انت البطل الرئيسي لهذا المسلسل اللي هو حياتك، فلازمك ما تستسلم. هل عمرك شفت بطل حتى لو خسر او حتى لو مات البطل هذا في نهاية المسلسل او الفيلم، هل البطل هذا يهرب ما يواجه؟ بالعكس يظل يواجه ويحارب لاخر ثانية. اسعى، انا وقت اللي امتحنت التخصص ورحت قدمت ما كان عندي 1% اني انا ممكن اكمل هون، انه انا فقط ماشية في البروسيس وفي نفس الوقت جلسة ادعي يا ربي اذا هذا مش خير سكره، ولكني قاعدة افعل وتسهلت الامور. فانت مش اليوم بدك تتوكل على رب العالمين او تدعي ما تقوم بي ولا شيء، ما رح يتغير ولا شيء في حياتك، لازمك تبدأ خطوة بخطوة كأنك بيبي. اصبر على نفسك. وبما انكم دائما تسالوني ميرا انت ليش ما تستسلمين، انت ليش دائما تحاولي وتظلي تحاولي وحتى لو تسقطي تظلي تحاولي، ما عندي اي اجابه لهذا الموضوع، لكن اللي بقدر اقوله اني انا ما دام اتنفس انا راح احارب. في ناس ورايا، في ناس بتحبني، في ام انا لازم ادلعها، في ام انا لازم اجيبها عندي، ناس بحبهم بدي اهديهم واغرقهم حب، في ناس احب ادعمهم ماديا. ولا تفكروا بهالفيديو هذا اقولكم انه انا واو حياتي وردية، حتواجهني كثير مشاكل في التخصص وانا عارفة ومستعدة نفسيا، لا
وصدقوني انا اغلب مشاكلي في الحياة هي مشاكل مادية، ومع ذلك انا صابرة على الطب لانه الطب ما بيعطي فلوس حاليا، سواء كنت طبيب مقيم او جونيور دكتور يعني طبيب امتياز او طالب طب، اذا انت ما عندك اهل يدعموك او زوج او بزنس بيدعمك فانت وضعك المادي مش افضل شيء، وبنظل بنعاني الى ما بعد انك انت تخلص التخصص. وقتها الطبيب بيصير عنده فلوس يعني بعد 11 سنة، وممكن لازم بعد التخصص يكون هيك عنده شوية خبرة، ما بعرفش انا، عنده اسم معروف عشان بعدين يصير عنده فلوس. ومع ذلك انا صابرة على كل هالشي. صحيح انه ممكن جماعة الانستغرام يتفاجئوا بهالشي، انا بقول اغلب مشاكلي مادية لانه بالانستغرام حياتي بتبان وردية على عكس اليوتيوب. لهيك انا بشوف اقولكم انا بحكي ليش لجماعة اليوتيوب، لانه ماما اللي بيعرف الحقيقة، اليوتيوب هو الحقيقة، هو الوجه الاخر على عكس الانستغرام اللي بيفرجي فقط الجانب الوردي من حياة الانسان. صدقوني حتى الناس الاغنياء اللي معها كثير فلوس في العالم صدقوني عندها مشاكل، كل واحد فينا عنده مشاكل وما في احد خالي من المشاكل، لكن في احد فينا صنع من مشاكله سلم عشان يصعد بها، وفي شخص ثاني خلى من مشاكله يعني سلاسل على ساقه وخلته مكبل ما يقدر يمشي. فانت اللي بتختار كيف بدك تعيش حياتك. لدينا ايها الاصدقاء سنوات اخرى من الكفاح في التخصص، من التعلم والصبر، رح نقضيها في دولة روسيا الشقيقة. فرح اخذكم معي في البروسيس ان شاء الله، في النقل وكل شيء حاليا، انه اصلا اليوم نطرة مكالمة من صديقتي بتعيش في سان بيترسبورغ، ارسلت لها شقة، تواصلت مع صاحبة الشقة وبدها هلأ تروح، فان شاء الله انه تزبط لي اليوم الشقة، واذا زبطت يعني رح اسافر في القريب العاجل لانه رح ابلش التخصص قريبا، ولازم أبلش أكتشف المدينة، أكتشف التنقل كيف بيكون وهي الأشياء كلها، ورح أخذكم أكيد في البروسيس. Thank you so much إنكم كنتوا معي، وصدقوني أول ما أستقر رح أنزلكم أول شيء فيديو تخرج، وبعدين نبلش بلوجات التخصص والمدينة والشقة والحياة الجديدة. أنا كثير متحمسة، أنا كثير بحب البدايات، بحس انه البدايات تعطي حماس كبير، انا بحس انها كمان عتبة خير، انه شيء جديد، سنوات في المكان هذا، صابرة على انفايرمنت كثير توكسيك، ناس كثير توكسيك، عشان بس اخذ شهادة الطب. حاليا رايحة لمكان جديد، مكان اكبر، مكان فيه فرص كبيرة اكثر من اللي انا هون موجودة، عالم جديدة، ممكن الاقي فارس احلامي اللي في بالي. وصحيح على ذكر فارس الاحلام، لانه كل انستغرام لما قلت لهم انه في خبر مهم في حياتي فكروا اني انا راح اتزوج، لا حبيباتي او احبائي، انا سنجل، ما عندي حتى واحد في حياتي. اتمنى انه انا يجيني الحب، واسعى اني انا اجذب لحياتي، لانه انا نحب الحب ونحب نكون مع انسان باهي يحترمني يقدرني، شافيت وتعافيت واستحق شخص محب وعلاقة صحية. فاذا اي شيء بخص الموضوع هذا اكيد ما راح اخبيه عليكم. وبس أيها الأصدقاء، أنا ميرا المرمورة الحلوة الأمورة، دير بالكم حالكم وأحلامكم وقلوبكم، نلتقي إن شاء الله في الفيديو الجاي. أرمونيا بيبي، سلامتي يا بسليمة. كانت معكم دكتورة الجلدية ميرا المرمورة الحلوة الأمورة.